بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اسمح لي يا فندم أعرض على سيادتكم السياسة الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية في مصر. رسالة وزارة الزراعة من خلال السياسة الزراعية هو استحداث بيئة زراعية جديدة تسعى إلى ترشيد استخدام الموارد الزراعية قادرة على النمو السريع المستدام، تعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة بغرض زيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية مما يقلل من فاتورة الاستيراد. قبل وضع السياسة لابد أن نعلم إحنا بننتج إيه وبنستورد إيه. حضراتكم هناخد مثال الأمن، إحنا إنتاجنا 8.4 مليون طن، الاستيراد 10 مليون طن، أيضا الذرة الصفراء إنتاجنا 2.6 مليون طن والاستيراد 8.3. من فضلك اللي بيسمعك مش أنا، اللي بيسمعك دلوقتي كل المصريين. لما اجي على القمح اقول يا حضرات يا مصريين احنا بنطلع من 7 ل 8 مليون طن وبنستورد كمان 10، باجمالي 18 مليون طن قمح بنستهلكهم على مدار السنة. عشان الناس تبقى عارفة احنا مين. مش يعني لان هو ده البيانات اللي انا عايز الناس وهي بتسمعها تعرف الحجم، ولو قلت كمان دول تكلفتهم كام، ولو ربطنا الكلام ده برغيف العيش. انا عارف ان الكلام بتاع اللي انا بتكلم فيه ده مش بتاع حضرتك بس، ده حضرتك ووزير التموين لكن انا عايز ادي للي بيسمعنا هنا. احنا بنعمل اللقاءات ديت مش فقط عشان انا اعرف او حتى المجموعه اللي حاضر معانا هنا، انا الهدف منها ان احنا نقول للمصريين احنا فين. لما اقول له النهارده انك بستورد ب10 مليون طن قمح واقول له ان الرغيف اللي مع حضرتك ده بيتكلف كذا باجمالي 300-400 مليون رغيف في اليوم، يعني ده على مدار الشهر بكذا، على مدار السنه بكذا، يعرف اذا كانت الحكومه بتاعت بلده واقفه جنب شعبها ولا لا، حريصه عليه ولا لا. لكن انا لما اقول له بنات زي كده بسرعه كده، معلش. الهدف من اللقاء ده وكلام ده لكل الزملاء اللي موجودين هو بناء وعي حقيقي بحجم تحدياتنا. انا عايز المواطن يبقى قاعد في بيته وعارف الحكايه ماشيه ازاي عشان يبقى قلبه معايا زي ما انا قلبي عليه، مش كده بقى ولا ايه؟ شكرا. سيادتك يا فندم، حضرتك القمح استيراده ب 2 مليار دولار، الذرة الصفراء استيرادها ب 1.6 مليار دولار، فول الصويا احد مدخلات الثروة الحيوانية بنستورد ب 800 مليون دولار، ايضا الفول بنستورد بحوالي 125 مليون دولار، المحاصيل السكرية انتاجنا 2.4 مليون طن بنستورد 800 الف طن بقيمة 800 الف طن حوالي 320 مليون دولار، ايضا القطن احد المحاصيل الاستراتيجيه انتاجنا 800 الف انطار بنستورد 1.7 مليون انطار، في تصدير من القطن بيتم حوالي 660 الف انطار. لو حسبنا الكميات اللي احنا بنستوردها يا فندم من المحاصيل الاستراتيجيه دي بتوصل ل 5 مليار دولار، فده بيعمل عيب ان احنا نقلل واحتياجات المواطن المصري. طبعا الدورة الصفراء من المحاصيل الهامة لتنمية الثروة الحيوانية، هنشوف المساحة. اول ما ابتدينا في اوائل التسعينات كانت المساحة 58 الف فدان و500، وصلنا حاليا في 2016 الموسم اللي فات 790 الف فدان، ده كله على اساس ان احنا نقلل فجوة الاستيراد. الانتاجية ابتدينا برضو اول ما ادخلنا الدورة الصفراء كانت الانتاجية من وحدة المساحة الفدان 2.6 طن الفدان، حاليا 3.4 طن الفدان، وعندنا هدف في المرحلة القادمة ان احنا نوصل ل 3.5 ل 4 طن الفدان. طبعا ده الوضع الراهن يا فندم، ان احنا عندنا فجوة في الدورة الصفراء حوالي 75%، ده انتاجنا الموسم الماضي من زراعة 790 الف فدان، انتاجنا 2.6 مليون طن،
حاطين خطه ووفرنا التقاوي اللازمه لزراعه 1.5 مليون فدان، الانتاجيه ب 3.5 طن، هنوصل الفجوه ل 50%. ايضا طبعا ده استحدثنا منظومه انتاج التقاوي على اساس ان احنا نوفر هذه التقاوي للزراعه. في 2018 ان شاء الله هنوصل ل 2 مليون فدان، ان احنا نقلل الفجوه ل 30%. ايضا ابتدينا ان احنا نستنبط اصناف قصيره العمر، نرشد استخدام الميه، ايضا استنباط هذه الهجن بتظل خضراء بعد الحصاد وبالتالي ممكن تستخدم كعلف اخضر. طبعا الفول البلدي حضرتك دي المساحه، ابتدينا ب 261 الف فدان. انا هقف لحظه للفول حضرتك، كان 261 الف فدان، كان عندنا اكتفاء ذاتي لحد سنه 2000 327 الف فدان. طبعا ابتدى يحصل المساحه تقل نظرا ان ابتدى فتح الاستيراد وبيجي منتج سعره اقل، فابتدى يعزف الفلاح عن هذه الزراعه لحد ما احنا ابتدينا، وكان في مرض ظهر في مصر اسمه مرض الهلوك اثر على الانتاجيه، وبالتالي احنا ابتدينا ان احنا نزود المساحات. طبعا ده بيتطلب المرحله القادمه توفير التقاوي اللازمه لهذا المحصول. دي الانتاجيه اول في بدايه الثمانينات كانت 990 كيلو، لحد حاليا وصلنا لواحد ونص، يعتبر دي انتاجيه الفول اول انتاجيه على مستوى العالم من وحده المساحه للفدان. المساحه في 2016 2017 وصلنا 125 الف فدان بانتاج 187 الف طن. حضرتك ان احنا ان شاء الله السنه الجايه هتبقى 175 الف فدان بانتاجيه 262 الف طن بفجوه، هنقلل الفجوه من 61 ل 47%. ان شاء الله العام القادم هتوصل ل 41%. ولكن احنا عندنا مشكله اخرى، ان احنا متوسط استهلاك الفرد 6 كيلو، واحنا عندنا زياده سكانيه سنويا ب 2.5، فبالتالي احنا مطالبين مننا ان احنا نوفر 15000 طن اخرى ليه، وبالتالي بتزيد الفجوه من الزياده السكانيه وايضا من المساحه. طبعا فول الصويا دخل في مصر في اوائل الثمانينات، وابتدى نزرع مساحه كبيره جدا لحد ما المساحه ابتدت تدريجيا تقل برضه نظرا استيراد منتج سعره اقل، فابتدى يعزف الفلاح عن زراعته. في 2016 وصلنا ل 90,000 فدان. طبعا تحرير سعر الصرف والاصلاح الاقتصادي اللي تم ده طالب حاليا ان احنا طالبين الاخوه اللي كانوا بيستوردوا هذا المحصول، طالبين مننا ان احنا نزود المساحات. طبعا ده يتطلب مننا ان احنا يبقى في منظومه انتاج تقاوي على اساس ان احنا نوفي بالمساحات المطلوبه. دي الانتاجيه كانت 1.14%، وصلنا ل 1.4 طن للفدان. دي المساحه كانت 90,000 فدان. طبعا ما حصل تحرير سعر الصرف ما كانش عندنا تقاوي متوفره، فتم توفير لزراعه 100,000 فدان. ايضا عاملين برنامج العام القادم ان شاء الله هيبقى 150,000 فدان، فبالتالي هقلل الفجوه من 94، طبعا فجوه تقليل الفجوه بنسبه بسيطه جدا ل 89. احنا بندور على بدائل اخرى لفول الصويا، وبالوقتي احنا بنشوف بدائل على اساس ان احنا ما بقاش مرتبطين بفول صويا بس. المحاصيل السكريه زي ما انا قلت حضرتك ان احنا بننتج 2.4 مليون طن من وبنستورد 800,000 طن. طبعا بنجر السكر من احد المحاصيل دخلت في اوائل الثمانينات كانت المساحه 26,000 فدان، ابتدت المساحه تزيد لحد ما وصلت لحد معايا ابتدى يبقى في افتتاح مصانع لمصانع انتاج السكر. احنا هنا وصلنا ل 448,000 فدان، وصلنا هنا ل 555,000 فدان. الانتاجيه اول ما ابتدينا ادخال بنجر السكر كانت 13 طن للفدان، وصلنا حاليا ل 19 طن، وعندنا هدف ان احنا نوصل ل 25 طن للفدان. دي بالنسبه للوضع الرائع للمحاصيل السكريه، احنا بننتج بنزرع 325,000 فدان قصب سكر. اللي بيتورد من المصانع لانتاج السكر 251,000 فدان فقط، والباقي بيخش في العصارات وبيخش في الاستخدام الطازج. الانتاجيه 45 طن الفدان. بالنسبه لقصب السكر الفدان بيعطي
3 طن و750 كيلو سكر. بالنسبة لبندر السكر احنا المساحة وصلت 555 ألف فدان، وعندنا ان احنا نزودها العام القادم 600 ألف فدان، وان شاء الله 700 ألف فدان. ولكن برضو انا عندي مشكلة ان كان استهلاك السكر للشعب المصري 24 كيلو، حاليا 34 كيلو، فده بيؤدي لزيادة فجوة. ايضا برضو نتيجة الزيادة السكانية ان احنا بنوصل لفجوة 60 ألف طن في السنة. طبعا حصل في صنف واحد لقصب السكر بتزرع اللي هو صنف س9، طبعا ابتدى يتعرض لامراض كثيره. استنبطنا حاليا صنفين اللي هم جيزه 3 وجيزه 4. ده طبعا بالنسبه للاصابه بمرض اللي هو ياثر على الانتاجيه، نسبه الاصابه بمرض بسيطه، وابتدى ان احنا بنعمل له ولايه حقول ارشاديه في محافظات زراعه قصب السكر على اساس ان احنا ننشر هذين الصنفين. طبعا ترشيد استخدام المية ايضا عملنا تجربة في هذه المحافظات حاليا ان احنا نزرع قصب السكر بنظام الشتل. ليه؟ ده هيوفر لمدخلات الزراعة وبالتالي هيوفر للمزارع، وبيوفر في كمية التقاوي حوالي 50%، وبيوفر في استهلاك المية حوالي 30%. القطن احنا كنا في تمنات عندنا 1,093,000 فدان، ابتدت المساحة تقل تدريجيا نظرا لبرضو استيراد أصناف من الخارج بسعر أقل من المنتج المحلي، ومدخلات الإنتاج بقت بنسبة عالية للفلاح. وبالتالي هنا حصل مشكلة من 2011 ل 2012، المساحة قلت 130 ألف فدان. المساحة قلت لأسباب كثيرة جدا، إن هو حصل خلط في الأصناف. حضرتك تم استصدار دي برضو عشان نعرف ان احنا المساحة او الكمية اللي احنا بننتجها للفدان كانت 8 انطار، بتقل على اساس ان هي العمليات. جينا في الفترة دي 6 انطار سبتت لمدة 5-6 سنين نتيجة خلط الاصناف. احنا حاطين خطة ان احنا من خلال الحملات القومية نوصل لسبع انطار. طبعا دي المساحة كانت 130 الف فدان العام الماضي. حضرتك اصدرت القرار الجمهوري بقانون رقم 4 لسنه 2015 بتعديل في قانون 210 سنه 94 ان احنا نخلي تسويق القطن حر فيما عدا قطن الاكسار اللي احنا بنستخرج منه البذره للزراعه، وابتدينا في هذا الموضوع. والسنه دي حاطين هدف ان احنا نزرع 250 الف فدان والبذره متوفره. ايضا بقينا نعمل تاهيل للمحالج الخاصه عشان نحافظ على نقاوه البذره. ايضا قدمنا قانون حاليا متعرض على مجلس الوزراء بتجريم الدواليب الاهليه نظرا لاستبعاد خلط الاصناف فيما بعد. لو انا انزل للقطن حضرتك ده بيعمل قيمه مضافه، كل فدان من القطن بيديني 140 كيلو زيت، وبيديني 460 كيلو قزل، وبالتالي انا ما هزود المساحه هتزيد لي كميه الزيت، لان استهلاك الفرد للزيت وصلت حوالي 33 كيلو، فاحنا عندنا فجوه كبيره جدا في الزيت. فانا زياده مساحه القطن هتؤدي الى ان احنا نقلل بعض في الفجوه في محاصيل الزيتيه. طبعا القمح من المحاصيل الاستراتيجيه الهامه. هنشوف تطور المساحه. احنا كنا بنزرع في اوائل الثمانينات 1,292,000 فدان، ابتدت المساحه تزداد تدريجيا لحد ما احنا وصلنا ل 2,922,000. وانا هقول الفرق بين الرقمين دولت، الرقم هذا بتاع العام السابق رقم غير حقيقي، ان هو كان متقدر او تم حصره بالطرق التقليديه، وطبعا هذا الرقم ده هو ده الرقم الفعلي. وهنشوف احنا عملنا ان احنا استخدمنا الاستشعار عن بعد لتحديد مساحات القمح في مصر. طبعا دي الانتاجيه كانت 1.4 طن في التمينات، دلوقتي ان احنا هذا العام واصله 2.9 طن للفدان. دي المساحه هننتج الفجوه عندنا 54%، هننتج 8.4 طن. طبعا هنقلل الفجوه ل 49، هنقلل الفجوه هنا ل 46، ولكن الزياده السكانيه بتخلينا ان احنا ال 2.5 الزياده السكانيه بتخلينا ان احنا محتاجين بالاضافه للفجوه دي اللي موجوده 450 الف طن سنويا لاستهلاك الفرد 180 كيلو. لو ضربناها في ال 2.5 مليون هيدينا فجوه اخرى موجوده في القمح. طبعا في خريطه صنفيه للقمح. خريطه الصنفيه للقمح بتعتمد على المناخ
من حيث من ناحيه الشمال والجنوب. احنا هنا عندنا اصناف يتم زراعتها على مستوى الجمهوريه، واصناف يتم زراعتها في وجه بحري فقط، واصناف يتم زراعتها في وجه ابلي، ودي الخاصه بقمح الخبز. طبعا ده خاص بقمح الديورم، دي اصناف بيتم زراعتها في الصعيد. طبعا انا بنوع الاصناف عشان لا قدر الله جه مرض او اي حاجه ما بقاش عندي انتهاء لمحصول القمح، فاحنا بننوع بالصنف على حسب المناخ. وبالوقت بندور على بعض الاصناف مقاومه للحراره ومقاومه للملوحه. احنا عندنا دلوقتي في صنفين هيبتدي يخرجوا من الخريطه الصنفيه نظرا ان هم قصروا المقاومه بتاعه المرض، وابتدينا دلوقتي في ثلاث اصناف داخلين جداد بدلهم بيتميزوا بمميزات جيده جدا. يعني في انتاجيه يمكن وصلت في الحقل الارشادي ل 26 ل 30 ارداب، ولكن احنا بنقول ان متوسط عام ان احنا ممكن نوصل منه ل 22 ارداب. دي الاصناف اللي هي بتتميز بيمكن الجوده بتاعت قمح مصر جوده عاليه جدا، نسبه البروتين هذا الصنف ال 12.5، ده بني سويف وصل ل 14.5، وده طبعا ارتفاع نسبه السمولينا اللي هي بتستخدم في صناعه المكرونه. لما جينا استخدمنا التقنيات الحديثه للشعار عن بعد على اساس ان احنا نحدد المساحات الفعليه، طبعا اكبر محافظه البحيره مع النوبريه، ثاني محافظه الشرقيه، ثالث محافظه المنيا. طبعا لما جينا هنا الارقام بالحصر بالقمر الصناعي، الحصر بالقمر الصناعي طلع 2,921,000 فدان، الحصر العام التقديري كان طالع 3,136,000 فدان، وده طبعا ده رقم غير حقيقي، وطبعا ده بيعتمد على الطرق التقليديه في حصر المساحات، ولكن انا بعرف الرقم الفعلي على اساس ان انا اعرف هنتج قد ايه وهستورد قد ايه. طبعا دي احد اللي احنا استغلناها، دي حضرتك محافظه قنا اللي احنا عملنا عليها حصر، ثم حضرتك المراجده حضرتك موجوده اللي هي في المربع الازرق ده كله مركز الوقف. سيادتك طبعا احنا لازم يبقى في توسع راسي، احنا عندنا في القمح لازم نطور منظومه انتاج التقاوي. طبعا منظومه انتاج التقاوي كان ان احنا بننتج تقاوي الاساس، من تقاوي الاساس بطلع مسجل، بطلع معتمد، المعتمد ده هو اللي كان بيروح للمزارع، والمزارع بيزرع سنه ويتقي سنه من عنده. فطبعا ده بيؤدي نظرا للنقاوه بتاعت هذه التقاوي بتقل، فبالتالي الانتاج بيقل. قلنا ان احنا نبتدي نعمل زياده راسيه عن طريق ان احنا نلغي هذا المسجل ويبقى من اساس لمعتمد، هيبقى في انتاجيه زياده بحد ادنى 3 ارداب. لو احنا حسبنا 3 مليون فدان هيدينا 9 مليون ارداب، يعني حوالي 1.5 مليون طن. وابتدينا ان شاء الله في خلال عامين هيبقى انتشارنا هذه التقاوي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. طبعا برضو في بنشتغل في محور اخر ان احنا نرشد استخدام الميه، ان احنا عندنا دلوقتي استنباط اصناف مبكره النضج بيتم حصادها في النصف الثاني من ابريل قبل ما كان كده بيتم حصادها في النصف الثاني من مايو، فبالتالي ان انا ممكن اعمل ترشيد 800 مليون متر مكعب سنوي. طبعا دي طريقه يمكن مصر هي اللي مبتكراها حاليا وبتتنقل لدول اخرى اللي هي زراعه القمح على المصاطب. يمكن احنا ابتدينا في 2011 بحوالي 200 فدان في محافظه الشرقيه، وصلت حاليا ل 795,000 فدان. دي طبعا طريقه اوري السلايد بعد كده. لا قبليها لسه. دي حضرتك في طريقه بتتعمل واحنا دلوقتي بنطبقها في المحافظات كلها، ودي بتوفر في التقاوي وبتوفر 20%. ويمكن احنا كنا في الزياره لمحافظه بني سويف وشفنا تجربه معموله في اراضي مستصلحه جديد، عاملين طريقه المصاطب ومستخدمين الري بالتنقيط، والانتاجيه 19 ارداب بالفدان، ودي حضرتك شفناها في محافظه بني سويف. ده الطاقه التخزينيه للصوامع اللي موجوده في بنك الزراعة المصري وقطاع الانتاج حضرتك، ده بقيمه بانتاج بطاقه تخزينيه 1,557,000 طن. طبعا حضرتك الصوامع اللي سيادتك حضرتك هتفتتحها اليوم، احنا عندنا في البنك الزراعي 6 صوامع وفي قطاع الانتاج 4 صوامع بطاقه تخزينيه 60,000 طن باجمالي 600,000 طن. ماشي، شكرا يا فندم. ماشي ماشي. أنا اسمح لي قبل ما تفضل، أنا بس بيهمني في هذه العروض زي ما تحدثت مع
السيد وزير الزراعه على ان احنا بنعمل سياق نقدم بيه للناس الموضوع. يعني حضرتك اتكلمت على انتاجنا من السكر وعلاقته بالنمو السكاني وعلاقته كمان بزياده استهلاك الفرد، وقلت ان احنا كنا 24 كيلو في السنه، للفرد الواحد بقى 34 كيلو. يعني احنا مش بنتكلم فقط على ان في نمو على الطلب او زياده على الطلب بالنسبه لعدد السكان، لا، احنا كمان بنتكلم على ان في زياده على الطلب مرتبطه باستهلاكنا. كنت بحط حجم معين من السكر، انا بتكلم على مستوى متوسط لكل المصريين، بقينا بنتكلم على ان احنا بدل ما بنستهلك للفرد 24 كيلو 20 كيلو، بقينا بنتكلم على 34 و36 كيلو. ده معناه ان 3 كيلو في الشهر تقريبا. يعني اللي انا بقول الكلام ده ليه للمصريين اللي بيسمعوني؟ عشان تبقى حضرتك عارف ان احنا كدولة في سبق على ان احنا نوفر السلع دي بسعر مناسب مع كل الاعتبارات اللي بنتكلم فيها دي. الكلام ده مرتبط بقمح، مرتبط بسلع اساسية زي الزيت والسكر وحاجات اخرى تانية. اللي بيرتبط على ده او اللي قاله السيد وزير الزراعة في الموضوع ده بينطبق على استهلاكنا في اللحوم والدواجن وحاجات اخرى كتير. طب احنا بنقوله ليه؟ بنقوله عشان احنا نبقى عارفين ليه ظروفنا كده، ليه احنا الاحوال كده، وليه كان ضروري ان احنا نعمل اصلاح اقتصادي يخلي قيمة الجنيه قيمة حقيقية لقدراتنا الاقتصادية، يوم يترتب عليها ان المنتجات بتاعتنا اللي ما كانتش منافسة للأسعار العالمية نتيجة الدعم الخفي الغير مباشر لسعر الدولار، مش كده ولا ايه؟ وكان بالتالي كأننا احنا بندعم كل المحاصيل بشكل غير مباشر الأسعار بتاعتها. النهاردة بالطريقة ديت بقت المزارع المصري لما ينتج بقى هو منافس بالسعر الحقيقي للجنيه، بالتكلفة الحقيقية اللي احنا كنا قبل كده زي ما بقول الدولة بشكل او باخر بتدعم سعر الجنيه على مستوى كل الدولة، وده وضع اقتصادي خطير جدا جدا كان هياخدنا لمشكلة كبيرة. يعني ان ما كانش بالفعل خدنا المشكلة كبيرة. انا بس حبيت اقول النقطتين الصغيرين دول، لان النهاردة لما يجي السيد وزير الزراعة يقول لي انا عملنا 750 فدان ولا 75 فدان ولا 100 فدان كتجارب حقليه وتبقى استرشاديه للفلاح، هي عشان تحقق النمو او تحقق الانتاج بالشكل ده لازم كل الظروف اللي هي متوفره في الحقل الاسترشادي الفلاح او المواطن المصري اللي بيزرع يحققها. ومن احنا نقول ايه ده، احنا هنزود 900,000 اردب او انطار او طن لو مشينا كلنا، وده دور طبعا وزارة الزراعة والمديريات اللي موجودة في كل مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة الرئيس.